توتو توتو هناكل ايه؟ انا جعت. ما اعرفش، ما طبختش وماليش مزاج اطبخ، خلاص قرفانه. طيب حبيبتي مفيش مشكله، نطلب من بره. قولي لي بقى تحبي نطلب منين؟ هو انت ما بتفكرش غير في الاكل وبس؟ الحياه عندك اكل وشرب؟ انا زهقت. زياد، زينه، خشوا الاوضه يلا، روحوا العبوا جيمز. اوكي يلا حبايبي. في ايه يا طه؟ ليه بتكلميني بالطريقه دي؟ وقدام العيال كمان؟ عشان انت عمال تتكلم في حاجات تافهه وسايب المصيبه اللي احنا فيها. تقدر تقولي هنكمل فلوس الهجره منين؟ ولا الموضوع ده خلاص اتلغى؟ ما هو اصله بقى عادي. اطلعي معايا لفوق يا تقى. حاضر. انزلي يا تقى معايا، اصل انا عندي ظروف. انا بقى المفروض اقول لك ايه؟ حاضر. مش قادره، مش قادره، عشان انا مش بزراير، انا بني ادمه وعندي طاقه وطاقتي خلصت يا عمر. سيبي الشقه، تعالي نعيش في الاوتيل يا رؤى. ماشي، سيب الاوتيل وتعالي في شقه جديده، ولمي الشنط وافتحي الشنط ورصي الهدوم. انا خلاص تعبت، مش قادره ابتدي من الصفر تاني. تقع حبيبتي. طب دلوقتي انا عاوز افهم، انا تعبتك في ايه؟ يا تقى انا عملت كل حاجه، انا اللي رحت دورت على سمسار وشفت شقق واخترت الشقه ولميت كل حاجه في البيت وفتحت كراتين وقفلت كراتين وجبت عمال ونقلت الحاجه من البيت القديم وجبتها لغايه هنا. انا عملت كل حاجه لوحدي. عارفه انا عملت كده ليه؟ عشان مش عاوز اشغلك، مش عاوز اتعبك. تقدري بس تفهميني انا تعبتك في ايه؟ والكراتين اللي جوه دي مين اللي فتحها؟ مين اللي رصها ووضبها؟ انت؟ مين اللي وضب البيت ده كله؟ انت جايبني على بيت انا معرفوش وما اخترتوش ومش بلعاه يا عمر. معلش يا حبيبتي، اهدي بس كده وصلي على النبي وبطلي عصبيه، ان شاء الله كله خير. بعدين ماله البيت يا تقى؟ ما هو حلو اهو، بسم الله ما شاء الله، ده احلى من بيتنا الاولاني على فكره. بعدين ده بيت مؤقت، يعني فتره لغايه لما نوضب ظروفنا وحياتنا. معلش يا حبيبتي، كلها كام يوم كده، يومين ثلاثه، وهتتعودي عليه وهتحبيه ان شاء الله. مش عايزه اتعود، مش عايزه احبه. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا حياتي باظت واحلامي اتدمرت، كل حاجه بشوفها بتقع قدام عينيا. انت خلتني احلم ودلوقتي بتقولي فوقي؟ مش هفوق يا عمر، انت سامع؟ مش هفوق يا عمر. انت اللي سامعه انت بتقولي ايه؟ سامعه بتتكلمي ازاي؟ بتقولي حياتي باظت، أحلامي اتدمرت. أول مرة في حياتك تتكلمي بصيغة فردية. طول عمرك كنت بتقولي أحلامنا، حياتنا، عشان احنا طول عمرنا شخص واحد مش اتنين. وأول مرة تعلي صوتك عليا في حياتك فيها دعاء. انتي بتتلككي لي؟ انت عايز ايه؟ انا زهقت خلاص بقى، ما تكلمنيش. ان احنا هنتبسط مع بعض. ازيك يا ابو كمال؟ زي الفل، منور. تصدقوا انا فعلا من قلبي مبسوط جدا جدا. ياه، عارف يا ابو كمال، انا حاسس ان لبنى هي العروسه وانت العريس، وجاي تتقدم لها بقى، وانا قرفك بقى في الشبكه والمهر معلش بقى يا ميشو، احنا جايين عشان حالة السعادة والبهجة والمرح اللي انت فيها دي هتخلص على طول. احنا جايين عشان نقلب الترابيزة في خلقتك، ونقول لك لو عايز تخبط راسك في اي حيطة اختار اي حيطة من دول. يتهيألي الحيطة دي كويسة تقعد تهبط دماغك هنا فيها. هو انا ما قلتلكش؟ لا. مش احنا اتجوزنا من يومين؟ حتى صور الفرح هنا تحب تشوفها؟ سلايد شو فظيع، كله بقى ورود وعصافير، فراشات، عرسان بقى. ليمون يروق دمك، واضح ان ضغطك بقى في السماء. انا طالبه لك على فكره، بلاش ليمون، رمان. وكريم قول له، اقول له مش هي دي الورقه اللي انت كنت بتضغط بيها علينا وبتبتزنا علشان تاخد لك بيها قرشين؟ اهي الورقه دي بقى اتقطعت. على فكره يا لبنى، انا لو رفعت قضيه بحضانه كريم هكسبها من اول جلسه، وخصوصا بعد ما اتجوزتي. ارفعها واكسبها. مراهنه انت او ان انا مش هعمل كده، صح؟ لا، هي مراهنه ان انت مهما كنت عاوز تبقى وسخ، فانت في النهايه اب. محدش كلمك، انا بكلم ام ابني. انا بكلم مراتي، ما وجهتلكش كلام. سامعك يا حبيبي. بيتهيألي يا حبيبتي ان هو اكيد عارف ان مصلحه ابنه انه يعيش مع امه، غير بقى ان لو ربنا قدرني ان شاء الله اقدر اسفره ويكمل تعليمه بره. ربنا يخليك ليا. خليك ليا يا روحي. بيتهيألي كده الكلام خلص، تقدر بقى ترجع تشوف اللي انت كنت بتعمله. احنا عرسان جداد، محتاجين نقعد مع بعض شويه، نلطف، قعده جميله. حقكم. ألف مبروك. Have a nice time. Enjoy. صحيح، بالمناسبة فكرتوا هتقولوا لكريم ازاي؟ مش معقولة الولد هيبقى راجع من المدرسة يخش على البيت يلاقي أبو كمال قاعد بالبيجامة ومدلدل رجليه على الكنبة. أنا بصراحة مش هقدر أقول له، أنا آسف. مش هينفع، الولد هيتصدم. اقول له ايه؟ اقول له امك اتجوزت من وراك؟ هي كما لو اني بقول له ابوك مسرح نسوان. ينفع؟ ما ينفعش طبعا. انا مش هقول له حاجه، شوفوا انتوا حابين تبلغوه ازاي. ومبروك مره تانيه، انا هخليهم يشغلوا لكم الويدنج مارش. انجوي. احنا مهنجين ليه؟ هو مش كريم كان كده كده هيعرف؟ يعني احنا لما اتجوزنا مش كنا عاملين حسابنا على كده؟ مهنجين علشان هشام ده شيطان، والشيطان بيعرف يدخل لك ازاي ويحسسك بالضعف ازاي. دي هي اللي معلماني اشرب اصلا، هي اللي ما حدش بيشرب غيرها اساسا، هي اللي علمتني اشرب. حبيب قلبي انا ليله بركه الا انت يا قلبي. انتوا هتفضلوا تشربوا مخابة مش البني ادم ده عجيب جدا. ساعات بيتهيأله انه يقدر يعمل اي حاجه، وساعة الجد يجيب اللي وراه. يعني مثلا يجي لك يقول لك ايه، انا ممكن انط من على السور ده، الارض قريبه مش هيحصل لي حاجه، فنجيب له السلم ونطلعه نط، ما ينطش. ما تنط يا جبان، ما ينطش، وزي الكلب بينزل من على السلم زي ما طلع. هلا هو في ايه يا شيمو؟ هي السيجاره دي عملت معاك دماغ ولا ايه؟ الله ده شويه هوا. اهو اللعب في الحاجات الصغيره دي هو اللي بيعمل دماغ. زيها كده زي المزه، بتنزل قبل ما التقيل ينزل. بتفور. اوف، حسبي استعالي. بالراحه بس. حتى القهوه ما بقتش عارفه اعملها. معلش يا حبيبتي، معلش. وانا ايه؟ ما بقتش قادره احس بطعم اي حاجه. انا ما بقتش قادره احس بطعم اي حاجه. انا بقيت بس مرعوبه وخايفه من اي حاجه ممكن تحصل. ايه ده، في ايه؟ بالراحه. مالك يا حبيبتي؟ اصلا انت مش فاهمه، احنا واحنا مش مع بعض شفنا هم كتير جدا. اكيد واحنا مع بعض مش هنشوف نفس الهم، يعني ده قانون الحياه بيقول كده. بس لازم عشان ده يحصل لازم تبقي جواكي مقتنعه انه مش هيحصل حاجه مرعبه او مخيفه زي اللي انت شايفاها. فهمتي؟ انت فاكر ان انا يعني ما بقعدش اصبر نفسي واقول لنفسي الكلام ده؟ بس برضه بيفضل في صوت جوايا بيقول لي اكيد مفيش حاجه جميله في الدنيا بتيجي كده سهله وبسيطه، وخصوصا بقى زي ما انت شايف احنا واقعين في واحد ربنا بس اللي عارف اوله من اخره، اعوذ بالله. ايه بعدد يا حبيبتي؟ ما انت ضلمتيها علينا. ما هو انت ضلمتيها فلازم انا اعدد. ما هو انت لو نورتي بس لمبه سهاري صغيره كده هتنور الحياه حوالينا، هتعرفي على الاقل تعملي لنا فنجان قهوه. بس بالراحه، ما تضلميهاش قوي كده، بالراحه على نفسك وعليا كده. يلا القهوه، اتفضلي. ماشي. هات البن. خلاص يلا بقى. تصبح على خير يا عمر. تصبح على خير؟ ده اللي هو ازاي يعني انا بقالي ساعه جوه عامل اراجوز للعيال علشان انيمهم، عشان تقومي انت تقولي لي ينفع كده؟ معلش يا عمر، أنا تعبانة بصراحة ومش قادرة. أوكي، مفيش أي مشكلة. يوم السبت أنا عندي سيشن مع الدكتورة عشان أكمل الفيلرز. أوكي، تمام. يعني أروح ولا ألغيها ولا إيه؟ تروحي طبعا. على فكرة احنا زي ما احنا. زي ما احنا؟ فاكرة يا دعاء؟ فاكرة أول سنة جواز؟ دخلنا على الشقة فاضية، ما كانش عندنا عفش ولا جهاز، ما كانش حالتنا غير مرتبة بس بننام عليها. ولما حد من قرايبك كان بيحب يجي يزورنا كانت مامتك بتعزمنا عندها عشان يعني قرايبك ما ياكلوش وشها، يعني كمان بنتها دخلت من غير جهاز ولا عفش. بس مش مهم كل ده، عارفه ايه المهم؟ ردك انت عليها. كنت بتقولي لها ان شاء الله ما حد يزورنا. انا ما عنديش جهاز ولا عفش، بس عندي عمر. عمر عندي بالدنيا كلها، والبيت الفاضي اللي انت شايفاه ده هيبقى احلى بيت في الدنيا، عشان عمر هيجيب لي كل حاجه انا نفسي فيها واحده واحده. ان شاء الله يا رب نقعد نوظف في البيت ده 20 سنه قدام. فاكره يا دوا؟ فاكره؟ ودينا حتى ما عرفناش نرجع للبيت اللي احنا عملناه بايدينا. يا دوا حبيبتي ارجوكي، انا بحاول اتكلم معاكي، طلعي اللي جواكي، صرحيني. عايز نتكلم بصراحة؟ ايوه ماشي. انت فاكرني زعلانة عشان احنا سيبنا الاوتيل والراحة والروم سيرفيس صح؟ امال في ايه؟ انت بقيتي متغيرة، انا ما بقيتش فاهمك. عشان انت وعدتني ان احنا هنطلع من الاوتيل على بلد تانية، عيشة تانية اكون فيها مرتاحة ومبسوطة وحرة، اعمل اللي انا عايزاه من غير ما افكر، من غير ما اعمل حساب للناس اللي حواليا هيبصوا لي ازاي، هيحكموا عليا ازاي، بلد اكون فيها مطمنة على نفسي وعلى اولادي وعلى مستقبلهم. انا مش قادرة اتخيل ان كل ده حلم وبيتبخر. مش قادرة. ومين قال بس انه بيتبخر؟ مين قال يا دقة؟ نجيتنا هنا في الشقة دي بتقول كده. معلش يا حبيبتي، هنقعد في شقة مفروشة علشان القضية هتطول شوية. ويا عالم بقى لو القضية طولت أكتر من كده أنا ممكن ألاقي نفسي عايشة في الشارع. أنت وعدتني بدل المرة 100 مرة وكلامك ما بيحصلش. انت عارف انت عملت فيها ايه؟ ها؟ انت زي ما تكون قعدت تديني مخدرات كتير ودلوقتي عايز تاخدها مني. انا مش قادرة اتخيل ان انا كنت عايشة في وهم، فاهم؟ مش قادرة. على فكرة انا ما كنتش بديكي مخدرات ولا كنت بضحك عليكي. انت ليه بتتكلمي ومحسساني ان خلاص الفلوس دي مش هتيجي؟ يعني الفلوس هتيجي؟ هتيجي يا حبيبتي، هتيجي. ها؟ هتيجي، وهنهاجر وهنسافر كندا. بجد؟ بجد. هنعمل كل اللي انت عاوزاه. احنا يمكن بس اتعطلنا شويه، يمكن عشان كده رجعنا خطوه لورا لحد ما الفلوس تيجي، لكن الفلوس جايه. هعمل لك كل اللي انت عاوزاه، كل اللي بتحلمي بيه هحققه لك. ولا انت عاوزاني كل دقيقتين اقعد اكرر لك كلام المحامي انه بيقول ان القضيه دي مضمونه عشان تطمني؟ ايوه عايزه اطمني يا حبيبتي، اطمني. ماشي. قول لي يا عمر، ها؟ قول لي كل شويه. هقول لك يا حبيبتي. ماشي طمني. طمني طمني. كمال هشام لسه قافل معايا، بيقول لي انه راكب كريم تاكسي وزمانه دلوقتي على صول، بيرقصنا البيه، بيرقصنا الترقيصه بتاعه الصبح، عايز يقول لنا الولد اهو عندكم، شوفوا بقى هتتصرفوا ازاي. طيب همشي ولا اقعد ونقول له؟ ما نقول لكريم بقى، نقول لا طبعا ما ينفعش، انت لازم تمشي وحالا. يلا قوم غير هدومك. يلا يا كمان. طيب حتى القهوه ما عرفتش اشربها. ساتر. قهوه ايه بس؟ الفرشه وكانت الحلاقه فرشه السنان. يلا حاضر ماشي. خلاص كويس. بس كويس. ازيك يا ماما؟ يعني ايه تقعد مع بابا كام يوم من غير ما نبقى متفقين؟ مش متفقين ازاي يا ماما؟ ما بابا قالك. لا ما قاليش، وحتى لو قال لي المفروض ان انت اللي تكلمني وتقول لي بنفسك، مش كل لما اكلمك الاقي تليفونك مقفول. ما والله بابا خد مني التليفون يعمل منه مكالمه وضيعه، ولسه لاقيه النهارده الصبح. طب وعملت ايه في اليومين اللي فاتوا؟ رحنا يومين عين السخنه والباقي قعدنا هنا عند بابا. ما تقلقيش ما روحتش في حته ممكن تبي تسالي. كنت بتذاكر هناك ولا لا؟ يا ماما ذاكر ايه يا ماما، انا في اجازه ولا هو اي عكنانه وخلاص. شوف الولد. طب يلا خش خد دش على ما احضر لك حاجه تتعشى بيها، وسيب ده. أنا في اللوبي. طب ما تطلعي؟ لا مش هينفع. انزلي أنت. كان قصدي طيب نازلك حاضر. أديني نزلتلك أهو يا ستي. أنا مش فاهم أنت مش عايزة تطلعي الأوضة ليه؟ أنا مش قلت لك إن أنا سبت لهم صورة من قسمة الجواز؟ ما ينفعش كمان، هو إحنا مراهقين يعني؟ مش كفاية إن أنا كدبت على كريم وقلت له إن أنا رايحة البنك؟ بالمناسبة أنت فكرتي في الفكرة اللي قلتها لك؟ كمال أنت ما بتعرفش تمثل. أنا همثل إيه بس؟ ومين قال لك إن أنا همثل عليه؟ الله، أنا هساعده في الفيزياء. هو أنا بشتغل إيه؟ مش مدرس فيزياء؟ بصراحة أنا ما لقيتش طريقة تانية ممكن اصاحبه واقرب منه واتعرف عليه غير الطريقه دي. خلاص بقى، انا مش شايفه حل للموضوع بتاعنا ده غير ان احنا نستنى لحد ما كريم يسافر انجلترا، ولما يرجع بقى نقف نفس الوقفه ونقعد نفس القعده ونقول نفس الكلام ويحصل نفس المشاكل ومش هتتحل. انت نسيت ان ابوه لازم يديله موافقته على موضوع السفر. ابوه هيسيبها لنا بقى بالساهل كده؟ هيسهلها علينا بقى، ما هو اصله جميل مش كده؟ بصراحه بقى احنا لازم نقول له في اقرب وقت، هو كده هيعرف. أنا تعبت وما بقتش عارفة أفكر. طب ما إذا كنت تعبانة كده يا حبيبتي إحنا ممكن نطلع عندي في الأوضة فوق وتريحي أعصابك ونعرف نفكر براحتنا وإحنا هاديين وأعصابنا مرتاحة. أنا ما أقدرش أعمل كده. ما أقدرش أحس إن أنا واحدة مش تمام وإني بعمل حاجة في الدرة غلط. ده غلط. استغفر الله العظيم يا رب. طب يلا قومي. اقوم اروح فين؟ هنروح لماما يا ستي. هنروح فين يعني؟ انا متاكد ان هي هيبقى عندها راي كويس جدا هتقوله لنا في موضوع كريم، والمره اقول لها ان احنا اتجوزنا. تصوري ان انا ما قلتلهاش لغايه دلوقتي؟ يلا. الصلصه غليت، عاطفي. لا خليها زي ما هي. وريني يا مالك. بسم الله عليها. الله، انت حاطه عليها ايه؟ حط عليها خلطة منير. بصي بالي. حاضر. بصي البت بنتك عامله البتنجان ولا تقوليش عندها 100 سنه، شاطره يا ملك يا حبيبه عماتك. هو في اشطر من بنات وفاء؟ يخسر اللي هو اكبر عليه. ايه ده، في حد جه بره؟ انا هروح اشوف مين. لا استني هروح انا. حاسبي بقى. ده انت حشريه. يوه يا منيره. الله. طب اتفضلي اقعدي على الشفاوه بس. ايه؟ ايه؟ شكلكم كده داخلين على مرحلة جديدة. جمال أنا هستناك في العربية. لا ما تمشيش، مش كل ما تشوفيها في حتة تسيبي لها المكان وتمشي. فين ماما؟ أنت جايبها عند أمك، يعني مش في المناسبات بس. آه اتجوزنا يا وفاء، ارتحتي؟ اتجوزنا. يا مصيبتي يا مصيبتي. ومصيبتك ليه يا أختي؟ ما تباركي لأخوكي على مراته الجديدة، زغرتي يا منيرة. أنا لازم أمشي. لا استني استني ما تمشيش. لبنى لبنى أنت مش عارفة أتزغرطي؟ أتزغرط أنا. لا 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 يلا يا بنات باركوا لأبوكوا. بتعملي كده ليه؟ بتعملي كده ليه؟ بتعملي كده ليه يا وفاء؟ هو أنا ما أستعرفك؟ بتعملي كده ليه؟ بتعملي كده ليه؟ بتعملي كده ليه؟ بس بتعملي البنات كمان؟ بس بتعمليها قدام البنات؟ أيوه خليهم يفهموهم على حاجة. بس اتجننتي اتجننتي اتجننتي. انت عايز تعمل عليا يا راجل؟ انت مش راجل اساسا. مش راجل، ده راجل غصب عنك. وفاء انت طالع انت طالع انت طالع انت طالع. بس 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 بس. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده آه 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 آه. ما تعيطيش. أنا مش هقدر أطلع معاك الأوضة كمان. طيب طب نقعد. يلا اطلع. أنا بقيت حاسة إن مع كل خطوة بناخدها مع بعض بنقع في مشكلة أنقح من اللي قبلها، ونتعك أكتر. بلاش كلام فارغ، بلاش كلام فارغ من فضلك يا ربنا. كلام فارغ؟ يعني أول مرة تاخدني عند مامتك في البيت اللي هي المفروض إنها حماتي تحصل المصيبة دي؟ ده إيه بقى؟ أولاً دي مش مصيبة، ثانياً اللي حصل ده كان هيحصل، كان لازم هيعرفه. أنا بس ما كنتش عايز اللي حصل ده يحصل قدام البنات، أنا ما كنتش عايزهم يعرفوا بالطريقة دي. لا يا كمال، اللي حصل بينك وبين وفاء النهارده ما كنتوش متفقين إنه يحصل، أنت ظلمتها. ظلمتها؟ أيوه. أنت بتقولي ظلمتها؟ أيوه ظلمتها. أنت كنت متفق مع وفاء إنك أنت لو هتتجوز هي ليها خيار من اتنين، يا إما تفضل على ذمتك يا إما تتطلق، وهي اختارت إنها تفضل على ذمتك. لكن أنت بقى ضحكت عليها، لأنك أولاً اتجوزت وثانياً طلقتها غصب عنها. أنا ماشية. فين؟ هروح وأنت اطلع أوضتك، ولما تهدى وتراجع نفسك نبقى نتكلم. هبقى أكلمك بالليل. استني لو سمحتي ما تمشيش، أنا عايزك تطلعي معايا، أنا محتاجك أوي عشان خاطر تطلعي معايا.